التحسين بكون الثامنة من الكبيرات، كما تقدم بمناسبة إحصائية البطولة الوطنية لمرقاي خمسة بفئتي الشبان والشابات. عرفت هذه البطولة شاركت ما يفوق 150 مشارك ومشاركة، وكذلك 60 جمعية ثلاث عصب مشاركة، عصبة الشرق وعصبة الريف وعصبة سيستة فيلو. وتعد هذه التطورة بالنسبة لهذه الإحصائيات بالمرحلة الثالثة لهذه الإحصائيات، حيث سيتم خلال يومي الثاني والثالث النهائيات تنظيم نهائيات هذه البطولات مدينة فاس. أما فيما يخص المستوى التدريبي فإن هذه البطولة تتيح أو هذه التدورة تتيح كذلك للترقيب على أولا مواهب جديدة لهذه الرياضة، خصوصا وأن هذه المناطق توفر على عدد من الجمعيات وعدد من المشاركين في هذه الرياضات. أما أن لهذه المناطق أي عصبة الشمال عصبة الشرق عفوا وعصبة الريف وعصبة سيتا فيلات، تتوفر هذه العصب على عدد وافر من الأبطال المحليين